كان فتح على حساب الله. المسائية 7:30 مساء بتوقيت بيروت، نبدأ بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير وإلى عناوين النشرة. اللي لازم يحل عن التاني هو سيد حسن إذا بيحل عن دول الخليج. تنديد باستمرار تحريض نصر الله ضد الدول العربية وإمعانه في العمل ضد مصالح اللبنانيين. الجبير أبلغ المشنوق أن القرارات السعودية لا تستهدف الحكومة اللبنانية. وعسيري يزور عيتيني. مجزرة روعة بريف إدلب في 10 أيام الهدنة، ورياض حجاب يطالب بمحاكمة الأسد كمجرم حرب. هل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بات وليا على لبنان ليرسم مسار علاقته مع الخارج؟ وكيف يسمح لنفسه بإقصاء الخليج العربي عن لبنان بقوله حلوا عنا؟ وماذا وراء هذا التوتر وهذا الغضب المشوب باتخاذ قرارات لا تأخذ في الاعتبار العمق العربي للبنان ومصالح لبنان الدولة والإنسان؟ وهل الحرائق المشتعلة في المنطقة والتي يشارك حزب الله فيها تنفيذا للإملاءات الإيرانية تدفعه إلى النظر للبنان كساحة من ساحات الصراع من دون أن يعير اهتماما لمصالح أهله ومواطنيه؟ وهل الكلام ذات السقف العالي للسيد نصر الله ولعدد من قياديه والذي يطال كل الرافضين لتدخلات الحزب في سوريا والساحات العربية سيخرجه من دائرة قرار دول الخليج بتصنيفه منظمة إرهابية؟ وهل هذا الإمعان في التحدي يمكن أن يخرج اللبنانيين من الورطة التي أدخلهم فيها حزب الله عبر مشاركته في الحرب السورية حماية لنظام بشار الأسد، وفي حرب اليمن نصرة لتمرد الحوثيين؟ وهل يعلم السيد نصر الله أن المطلوب منه هو أن يهتم بشؤون بلده بعيدا عن إبقاء رئاسة الجمهورية رهينة المصالح الإيرانية التي تعمل على إيقاع صورة الميدان السوري ومصير بشار الأسد؟ وهل يعلم السيد نصر الله أيضا أن حكومة لبنان تترنح بفعل الفراغ الرئاسي وما ينتج عنه من أزمات متلاحقة ليس آخرها قضية النفايات؟ في العلاقات اللبنانية السعودية أجواء إيجابية ناقلها الوزير محمد المشنوق عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد لقاء على هامش القمة الإسلامية في جاكرتا. في وقت أعاد مجلس الوزراء السعودي التشديد على قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله بقادته وفصائله التنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية. إذن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمعن في مواقفه التحريضية ضد الدول العربية، وهو ما يرى فيه المراقبون استمرارا في العمل ضد مصالح اللبنانيين. التقرير لربيع شنطف. انتوا ليش جاحدين هالأب؟ مجددا صعد أمين عام حزب الله حسن نصر الله باتجاه الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من دون أن يأبه للضرر الذي تلحقه مواقفه باللبنانيين عموما. نصر الله الذي يؤكد في كل مرة المؤكد بأنه جندي في ولاية الفقيه أسهب بتعداد الدول التي قاتل فيها عناصر من حزبه. ملفت للنظر الوقاحة اللي تكلم فيها السيد حسن وحديثه عن أنه هو عم يدافع عن المصالح اللبنانية وقت اللي بيحارب السعودية بسوريا، غريبة فعلا. وبالعكس اللي لازم يحل عن التاني هو سيد حسن إذا بيحل عن دول الخليج، لأنه عملنا مشاكل معه هو لازم يحل عنها من خلال الخلايا الإرهابية اللي عملها، من خلال تدخله بحرب اليمن، إعلانه عن تدخله بسوريا بالعراق، الجرائم والإرهاب اللي عم يرتكبها بسوريا وبالعراق بالإضافة إلى كل ما حدث في لبنان. وأيضا بكل صراحة المطلوب أنه يحل عن اللبنانية، يبقى أهلا وسهلا فيه كزعيم سياسي لكن ليس كقائد ميليشيا. بالشعب اللبناني يرفض حسن نصر الله كقائد ميليشيا وقائد قوة مسلحة وسلاح غير شرعي. واضح أنه سيد حسن غير معني بمصالح اللبنانية، معني فقط بالمصالح الإيرانية بالمنطقة، وأصبح أفضل تعبير له أنه هو يعبر عن تقاطع المصالح الإسرائيلي الإيراني في المنطقة. دمر الجيش السوري، دمر الجيش العراقي، ما بقى في كيميائي استراتيجي، ما بقى في نووي إيراني استراتيجي، إسرائيل ارتاحت. فاليوم المعركة ضد دول الخليج
هذا الشيء بيريح كمان إسرائيل أنا ضد العرب. وأحلى خبرية بيخبرنا إياها سيد حسن أنه المملكة العربية السعودية عم تحارب الرئيس الأسد لأنه الرئيس الأسد قاوم إسرائيل. وين قاوم إسرائيل؟ من 40 سنة وقوات الأسد وقوات كان الأب أو الإبن هي عم تشكل الحارس في الجولان للحدود الإسرائيلية، وإسرائيل كانت أفضل مدافع في واشنطن عن الأسد، مشان هيك الولايات المتحدة ما أخذت موقف من الرئيس الأسد، جاء فوق من الروسي اللي عم ينسق مع إسرائيل. نصر الله بدأ غاضبا من وضع مجلس التعاون الخليجي لحزبه على لائحة المنظمات الإرهابية. اللي بيمارس الأعمال الإرهابية شو بدهم يقولوا عنه؟ اللي بيلاقوا في خلايا إرهابية بالكويت وخلايا إرهابية بالسعودية وعم يتدخل باليمن لقصف الأراضي السعودية وعم يحضر لعمليات تفجير بالرياض مثل ما انحطت على شو بدهم يسموه غير 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 إرهابي. لا بكل صراحة حتى بلبنان نضحك على حالنا، لبنان المشكلة إنه كتير من السياسيين ما زالوا عم يعيشوا الهاجس تبع 7 أيار، ولكن بالحقيقة ضمنيا كله بيعرف انه ما مارسوا حزب الله في لبنان هو ارهاب ايضا، ارهاب وقت اللي حما قتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ارهاب وقت اللي اقتحم بيروت، ارهاب وقت اللي حما محمود الحايك اللي كان بده يقتل بطرس حرب، ارهاب وقت اللي منعوا تكوين حكومه 14 اذار بعد 2009 وبيقول نواف الموسوي اذا لفتوا حكومه اكتريه بتبقى على الورق اذا بقي في ورق بالبلد. خطاب تحريضي واستحضار مذهبي طبع كلام نصر الله الذي دعا أن حزب الله وإيران دافعا عن المسلمين في البوسنة، وهو ما يدحضه الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش نفسه، والذي كشف سابقا أن طهران أرسلت مبعوثا عرض عليه المساعدة لمواجهة الصرب شرط السماح للإيرانيين بنشر عقيدة ولاية الفقيه، فرفض الأمر رفضا قاطعا. تتواصل التحركات على خط العلاقات اللبنانية السعودية. في هذا الإطار لقاء بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير البيئة محمد المشنوق في جاكرتا، وفي بيروت لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي في لبنان علي بن عواض العسيري. أعاد مجلس الوزراء السعودي التشديد على قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية. وخلال الجلسة الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن عناصر حزب الله تواصل الأعمال العدائية والانتهاك الصارخ لسيادة دول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، إضافة إلى ممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي. كما رحب المجلس ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي التأم في تونس وما اشتمل عليه من إدانة للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وفي سياق الحديث عن العلاقات اللبنانية السعودية، لقاء على هامش القمة الإسلامية في جاكرتا بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير البيئة اللبناني محمد المشنوق. الاجتماع وحسب بيان عن المكتب الإعلامي للمشنوق كانت أجواؤه إيجابية، وتم خلاله استعراض لمجريات المواقف في المرحلة السابقة. وأوضح الوزير السعودي أن السلاح الذي تم شراؤه من فرنسا بموجب الهبة السعودية سيبقى في عهدة الجيش السعودي، ولفت إلى أن الخطوات التي لجأت إليها المملكة لم تكن تستهدف الحكومة اللبنانية، بل هناك تقدير لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام وللمواقف التي يتخذها. وتابع البيان أنه بعد الاجتماع خرج وزير البيئة بانطباع أن لا تصعيد مرتقبا في الأجواء وأن التوتر بين لبنان والسعودية بات وراءنا. وفي بيروت التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين السفير السعودي علي عوض العسيري وعرض معه الأوضاع الراهنة والعلاقات اللبنانية السعودية. أكد الوزير السابق فيصل كرامي من بيت الوسط أنه سيكون إلى جانب الرئيس سعد الحريري في كل ما يساعد على حلحلة الأزمات في لبنان، لافتا إلى أن ما يجمعهما المصلحة الوطنية ومسألة ترتيب البيت السني. لبى الوزير السابق فيصل كرامي دعوة الرئيس سعد الحريري إلى بيت الوسط، حيث عقد لقاء بين الرجلين استكمل على مأدبة غداء أقامها الحريري على شرف ضيفه. كرامي أثنى على الجهود التي يقوم بها الرئيس الحريري من أجل إطفاء نار الفتنة ولم الشمل وترطيب الأجواء، مؤكدا الوقوف إلى جانبه في كل ما يساعد على حلحلة الأزمات في لبنان. العلاقة مع الرئيس الحريري لم تنقطع
منذ 2009 حين زار والدي برفقة الشيخ نادر إلى منزلنا، وعلى أثر الزيارة صرح الرئيس عمر كرامي بأنه نحن اتفقنا أن لا نختلف، وبالفعل منذ ذلك الحين وجدنا أنه اللي بيجمعنا أكثر بكثير من اللي بيفرقنا، وما يجمعنا هو المصلحة الوطنية وطبعا الموضوع ترتيب البيت السني إذا صح التعبير. وخلال اللقاء حضرت الانتخابات البلدية حيث كان تطابق في وجهات النظر. كان هناك تطابق في وجهات النظر بأنه يجب إشراك كل القوى السياسية في طرابلس بهذا الاستحقاق، بالوقت نفسه يجب إبعاد السياسة عن البلدية، لأن البلدية هي باب الإنماء وطرابلس بحاجة إلى الإنماء، ووعدنا أنه بعد الانتخابات إن شاء الله سيكون هناك جهد من الجميع من أجل النهوض اقتصاديا بهذه المدينة. وردا على سؤال قال كرامي من الواضح أن الرئيس الحريري وكل القيادات حريصة على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية لأن ذلك من مصلحة لبنان، والرئيس الحريري لم يوفر جهدا من أجل الوصول إلى هذا الهدف. الرئيس الحريري كان استقبل وزير المال علي حسن خليل وعرض معه آخر التطورات السياسية في البلاد، كما التقى السفير البابوي في لبنان جابرييل كاتشيا في حضور مستشار الرئيس الحريري داود الصايغ والسيد نادر الحريري، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مختلف الملفات المحلية والإقليمية. رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن هناك انعداما للمسؤولية يتمثل بالاستمرار في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وتطرق مكاري إلى الأزمة بين لبنان ودول الخليج، وذلك بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي، حيث أشار إلى أن بعضهم لا يساهم في معالجة الأزمة باستمراره في إطلاق المواقف الاستفزازية. البعض لا يسهل معالجة الأزمة مع دول الخليج، بل يستمر في إطلاق المواقف الاستفزازية التي تبعد لبنان عن محيطه العربي وتعمق الشرخ مع هذا المحيط، وهذا غير مقبول ويظهر انعدام المسؤولية الوطنية. نريد أن يكون صوتنا بين الدول العربية صوتا جميلا ومبدعا يدخل إلى قلوب كل العرب، لا صوت التهجم والتحدي الذي يخلق العداء بيننا وبين العالم العربي. أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية رامون نادال ردا على سؤال في مؤتمره الصحفي أنه في مناسبة زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية لباريس تم التطرق إلى موضوع استقرار لبنان وعن تجميد عقد تسليح الجيش وقوى الأمن، قال فيما يتعلق بآليات تعاوننا العسكري مع لبنان أدعوكم إلى طرح السؤال على وزارة الدفاع، إن فرنسا متمسكة باستقرار لبنان والذي تساهم فيه القوات المسلحة اللبنانية، هذا هو هدف عقد التسليح. وختم إن زيارة ولي العهد لباريس كانت مناسبة للتطرق إلى هذا الموضوع ومواصلة الحوار حول الوضع في لبنان. وأزمة النفايات مستمرة، الاتصالات والمشاورات لم تفضي إلى نتائج إيجابية بعد، رئيس الحكومة تمام سلام يلوح مجددا بالاستقالة في حال تعثر التوصل إلى حل لهذا الملف. التقرير لشهير إدريس. الحكومة على قاب قوسين وأدنى من توقف عملها مع عدم الدعوة إلى انعقادها وانعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات، والأمور قد تصل إلى استقالة رئيس الحكومة تمام سلام في حال لم تفض اتصالات الساعات الأخيرة إلى نتائج ملموسة ويبدو أنها متعثرة أيضا. هل شيء طبيعي ببلد طبيعي أنه قضية النفايات تأخذ منحة سياسة، منحة طائفة، منحة مذهبة، منحة مناطق؟ الرئيس سلام ممكن يروح أبعد من الاعتكاف كمان، وعلى صعيد شخصي أنا بفهمه، هلا على صعيد سياسي بيقولوا شو بيصير فراغ وما فراغ، بس على صعيد شخصي أنا بفهمه، محل ما عم بيصير فيه حل حتى كلامية أما إبداء إيجابية بموقع ما تين عمل مطمر، بتلاقي إنه بترجع تاني مال بموقع تاني بيصير فيه تعثر، بيصير فيه خوف إنه لا بدنا يرجع نفكر، بتحلي مع شخص بيرجع مع جهة معينة بترجع جهة تانية بركي تسأل سؤالات، يعني بتحس ما في
هالإيجابية يلي بدها تترجم بأفعال إلا بكلام، ونحن معكم ونحن بدنا نلاقي حال، ونحن بهالوقت عم تتراكم النفايات. ثلاثة أماكن حددت لإقامة مطامر صحية قد تكون الحل المنشود لمشكلة النفايات وانتشال لبنان من هذه الأزمة: الكوستا برافا وبرج حمود ومنطقة الكجك في إقليم الخروب. إلا أنه بين اعتصام أهالي المنطقة وبيان شركة جهاد العرب أراكو أنه ليس لها مصلحة لا من قريب ولا من بعيد في تحويل وجهة استعمال العقار، وتغريدة النائب وليد جنبلاط التي أعلن فيها أن ليس هناك مشروع لمطمر في إقليم الخروب وكفى تقاذف اتهامات وشعارات، فإن الحل أصبح في وضع حرج. صاروا متجاوبين بطريقة كتير إيجابية ببرج حمود، كذلك الأمر عم يقولوا لي أنه نفس الشيء بالكوستا برافا، أنه الأمير طلال ببركي فهم، ما بعرف هيك فهمت شو الفوائد تبع المشروع أنه يصير هونيك، وحط بعض الشروط بظن لو ممكن معه حق فيها ووافقوا عليها. يعني مش يعني الكوستا برافا بيقولوا أنه ماشي حاله، بعد في مطمر الثالث اللي بده يكون بمنطقة الأقليم. الأحسن موقع على إقامة مطمر صحي في لبنان هو الكجك. عم بحكي مش عم بحكي في المنطقة، عم بحكي في لبنان كله. أوكي؟ هلأ نية إذا بدون يتجاوزوا هالعملية معناتها رجعنا على نقطة الصفر وتحت الصفر، وما معقول الحكومة ترجع تجتمع. عدم إقامة مطامر في مناطق معينة قد يطيح أيضا موافقة بلدية برج حمود وحزب الطاشناق بعد إعطائهم الضمانات لتشييد مراكز لمعالجته كما حصل في جبل النفايات في صيدا. الوزير دوفريج أكد أن دراسات مطمر إسرار أنجزت والهبة المتعلقة بالمشروع قبلت، وسيتم بجانبه إنشاء معامل للفرز والتسبيغ، إلا أنه مخصص فقط لمنطقة عكار. أكد وزير الصحة وائل أبو فعور أن مصير الحكومة سيكون على المحك إذا لم يحل موضوع النفايات. أبو فعور وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني قال: بعد 25 من أذار يبلغ عمر الشغور الرئاسي عامين، داعيا إلى أن يكون ذلك جرس الإنذار لكل القوى السياسية لمحاولة التوصل إلى تفاهم على رئاسة الجمهورية، ولا سيما أن الخيارات أصبحت واضحة ومفهومة. هناك اتفاق في الرأي بين الرئيس بري وبين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وهو نفس الاتفاق الذي نشأ أو الذي تم تأكيده في الاجتماع الذي عقد بين النائب وليد جنبلاط وبين الرئيس سعد الحريري بضرورة الخروج من دوامة الشغور الرئاسي. الدولة تتهاوى، المؤسسات تترنح، ويجب النظر بإيجابية وبتمعن إلى الجلسة الماضية التي احتشد فيها للمرة الأولى العدد الكبير من النواب، وبالتالي أعطاء مجال أوسع للتفاهم حول انتخاب رئيس الجمهورية. للأسف إذا لم يتم الوصول إلى حل سريع لموضوع النفايات فليس فقط مصير الحكومة على المحك، بل كثير من القضايا هي على المحك: صحة المواطن اللبناني، استقرار المواطن اللبناني. هناك جهود مضنية تبذل، ولكن حتى اللحظة لا زال هناك استحالات لم تذلل، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد في لبنان بأن نصل إلى هذا السيناريو الأسود، نصل إلى أن يقف رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام ويعلن ليس عجزه بل عجز القوى السياسية المكونة للحكومة وتلك غير المكونة للحكومة عن حل أزمة النفايات. نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن بالمواقف السياسية المعتدلة للوزير نهاد المشنوق والتي تصب في المحافظة على أمن لبنان. وخلال زيارتها وزارة الداخلية بحثت لاسن مع المشنوق ملف الانتخابات البلدية وآلية التنفيذ ومتابعة مقررات مؤتمر لندن للمانحين من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الدول المضيفة للاجئين. أعربت عن تفاؤلي وسعادتي بالجهوزية التامة واكتمال تحضيرات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية وتحديد مواعيدها وأمكنتها، وثمنت التزام المشنوق الشخصي بإجرائها، وبحثنا أهمية مشاركة المرأة وترشحها في هذه الانتخابات. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. تونس تغلق حدودها مع ليبيا بعد هجوم مسلح على منشآت عسكرية في بن قردان. قبل أيام من اختتام مناورات رعد الشمال، عسير يقول إن أمن الخليج خط أحمر.
المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. تنديد باستمرار تحريض نصر الله ضد الدول العربية وإمعانه في العمل ضد مصالح اللبنانيين. الجبير أبلغ المشنوق أن القرارات السعودية لا تستهدف الحكومة اللبنانية، وعسيري يزور عين التيني. أزمة النفايات مستمرة، السلام يلوح مجددا بالاستقالة. أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إغلاق الحدود مع ليبيا بعد الهجوم المنسق الذي استهدف منشآت عسكرية في مدينة بن قردان الحدودية، وتلته اشتباكات مع الجيش التونسي وأدت إلى مقتل 18 مدنيا وعسكريا و35 متطرفا. إلى ساحة حرب تحولت شوارع مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا. كل شيء بدأ بهجمات متزامنة ومنسقة شنها عدد من المسلحين على منشآت أمنية وعسكرية في المدينة، بينها منطقة الحرس والأمن الوطنيين وثكنة الجيش، ليتطور الأمر إلى اشتباكات ضارية بين المسلحين والجيش الذي استخدم في المعارك الآليات الثقيلة والدبابات مدعوما بغطاء جوي من المقاتلات التونسية. هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكان يقصدوا منه لربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان على يعني ولاية جديدة. الأغلبية الساحقة من التوانسة راهم الآن في حالة حرب ضد الهمجية هذه والجرذان هذم، اللي إن شاء الله المناسبة هذه باش نقضيوا عليهم نهائيا. وعلى خلفية هذا الهجوم الإرهابي أغلقت السلطات كل المعابر الحدودية مع ليبيا ومداخل مدينة بن قردان، ومنعت الدخول إليها والخروج منها بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية وعسكرية ضخمة إلى المدينة. قوات الأمن أقفلت أيضا مداخل جزيرة جربة، وهي منتجع سياحي يبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة بن قردان خشية تسلل المسلحين إليها. كما فرضت السلطات التونسية حظر تجوال ليليا في بن قردان اعتبارا من 7 مساء وحتى 5 صباحا، مطالبة الأهالي بملازمة منازلهم. إلى سوريا التي شهدت في 10 أيام الهدنة مجزرة مروعة فقط فيها عشرات القتلى والجرحى المدنيين بينهم نساء وأطفال، جراء غارات أسدية روسية على سوق شعبي في أبو الظهور بريف إدلب. وقبل قليل أعلن حلف الناتو أنه قرر تكثيف عمليات المراقبة على الحدود السورية التركية، معلنا انضمام سفن بريطانية وفرنسية إلى مهمة الحلف في بحر إيجه. في وضح النهار خرق واضح للهدنة، حيث ارتكبت الطائرات الروسية ومدفعية النظام مجزرة مروعة في أبو الظهور بريف إدلب، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. وفي دير الزور قتلت طفلة في غارة روسية على حي الحميدية، في حين استهدف تنظيم داعش الإرهابي حيي الجورة وأطراف الجبيلة بقذائف الهاون. إلى ذلك شن الطيران الروسي غارات جوية على بلدة خان العسل بريف حلب الغربي في خرق للهدنة. أما في الريف الشرقي فقد شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة دير حافر. هذا وقد خرقت عناصر حزب الله الهدنة المبرمة في مدينة الزبداني بعد استهداف قناص حاجز الحكمة شابين داخل المدينة، ما أدى لمقتلهما على الفور. وفي اللاذقية استهدفت قوات الأسد بالصواريخ طريق أوبين اليمضية، حيث تتمركز خيم النازحين، بينما جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد على عدة محاور في جبلي التركمان والأكراد. وبعد طول انقطاع ظهر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل فيه أنه في سوريا وتحديدا في ريف دمشق حيث يشرف على جبهات القتال. بشار الأسد راح أذل لك، بشار الأسد راح أذل لك. من جهة أخرى استغل عدد كبير من المواطنين السوريين الهدنة وخرجوا بتظاهرات حاشدة في أكثر من مدينة وبلدة، حاملين لافتات تطالب برحيل الأسد وتؤكد على استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها.
أعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب أن الهيئة ستقرر في غضون أيام ما إذا كانت ستتوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع النظام، إذ إن هناك بعض الشروط الواجب توفرها قبل حسم الموقف، مضيفا أن تشكيل هيئة حكم انتقالي هو على رأس جدول أعمال محادثات جنيف. حجاب الذي شدد على ضرورة أن يغادر رئيس النظام بشار الأسد سوريا في بداية العملية الانتقالية طالب بمحاكمته أمام القضاء الدولي لارتكابه جرائم حرب. أوضح العميد الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي أن تمرينات رعد الشمال التي تختتم الخميس المقبل تهدف لرفع الجاهزية القتالية في مواجهة الإرهاب، وبعدما اتهم إيران بأنها أول من استخدم الميليشيات للتدخل في شؤون دول المنطقة، شدد عسيري على أن أمن السعودية ودول الخليج ودول المنطقة هو خط أحمر. إيران هي أول من ابتدع آلية العمل من خلال الميليشيات. ميليشيات حزب الله تتبع لإيران، ميليشيات الحوثية في اليمن تتبع لإيران، ميليشيات في العراق تتبع لإيران، الميليشيات التي تقاتل الشعب السوري في سوريا تتبع لإيران، وبالتالي هذا هو نوع من التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الجوار. أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذها دول الخليج، فدول الخليج سوف تتخذ جميع الإجراءات الكافية لحماية أمنها الوطني سواء من إيران أو من غيرها. عندما تتخذ المملكة والدول المنطقة جميع الإجراءات لحماية أمنها الداخلي وحدودها وسيادتها، فهذا حق مشروع ولا أن تتخذ جميع الوسائل لحماية ذلك. الآن إذا تفهم منها إيران أو غيرها رسالة فهذا حقها، ولكن نحن نقول أمن المملكة وأمن دول الخليج وأمن المنطقة خط أحمر. وإلى اليمن، حيث قتل 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي صالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمنطقة ثعبات شرقية مدينة تعز، هذا في وقت قتل قيادي ميداني حوثي برصاص قناص من المقاومة غربية تعز. هذا ونفذت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع للميليشيات في شرقي تعز. وتتابعون بعد الفاصل. قهوجي الجيش حازم في منع تدحرج كرة النار الإقليمية إلى لبنان. ذابح الجندي عباس مدلج في قبضة الأمن العام. مجددا نحييكم. قائد الجيش العماد جون قهوجي وقع اتفاقا مع الجامعة اللبنانية وأكد أن قرار الجيش حازم في منع تدحرج كرة النار الإقليمية إلى لبنان. أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أن الجيش اللبناني قوي اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأن الأمن على الحدود وفي الداخل تحت السيطرة. كلام قهوجي جاء خلال رعايته حفل توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية حول افتتاح برنامج الماستر للدراسات الاستراتيجية لمصلحة ضباط الجيش اللبناني. ولا صحة على الإطلاق للشائعات المغرضة التي تطفو على السطح حول اهتزاز الاستقرار في لبنان أو حصول فتنة طائفية ومذهبية تذهب بالوطن إلى المجهول. فقرارنا حازم في منع تدخل كرة النار الإقليمية إلى لبنان، وسنضرب بيد من حديد أي محاولة تهدف إلى إحياء مشاريع الفوضى والتفرقة والتقسيم أو الإطاحة بصيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية. كما شدد قهوجي أن الجيش سيبقى في أعلى جهوزيته لبسط الأمن من خلال مكافحة الإرهاب على الحدود والدفاع في وجه العدو الإسرائيلي ومخططاته. ألقى الأمن العام اللبناني القبض على ذابح الجندي عباس مدلج، وهو سوري الجنسية، اعترف باغتيال المؤهل الأول في فرع المعلومات الشهيد زاهر عز الدين، إضافة إلى المشاركة في عمليات إرهابية ضد الجيش اللبناني. وقد طالب والد مدلج بإعدام ذابح ولده. بعد حوالي عام ونصف على جريمة ذبح الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج على يد تنظيم داعش، أعلن الأمن العام اللبناني أن المجرم بات في قبضته. ففي بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام أنها وفي إطار متابعة ورصد نشاطات الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد أوقفت بناء لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو شين جيم من الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم
الإرهابي، وبنتيجة التحقيق معه اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي من خلال السوري ميم ألف الملقب بالوحش، أحد الأمراء الشرعيين للتنظيم المذكور في منطقة القلمون وجرود عرسال، وأنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي الشهيد عباس مدلج، وقام بتنفيذ عملية اغتيال المؤهل أول في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشهيد زاهر عز الدين، كما اعترف بمشاركته على رأس مجموعة مسلحة بالهجوم على مراكز الجيش اللبناني في محيط جرود عرسال بتاريخ 2/8/2014 وقتل وخطف عسكريين، وشارك مع آخرين باستهداف دورية للجيش اللبناني بتاريخ 6/11/2015 بواسطة عبوة ناسفة، وأنه كان مؤخرا بصدد المشاركة برصد حواجز الجيش اللبناني في بلدة عرسال تمهيدا لمهاجمتها بهدف اختطاف عسكري. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين. في ملف النفايات أشار وزير الصحة وائل أبو فعور أن سوق السمك واللحم والمطاحن في الكارنتينا بات مهددا بفعل تكدس النفايات بالقرب منها، وكشف أبو فعور من جهة أخرى أن الرئيس تمام سلام كلفه متابعة فضائح الفساد في التفتيش المركزي. أكد وزير الصحة وائل أبو فعور أن المكان الذي تنقل إليه نفايات بيروت لم يعد باستطاعته استيعاب مزيد من الكميات، لافتا إلى أن الحل الذي عمل به سابقا كان مؤقتا ريثما يتم نقل هذه النفايات إلى أحدى المطامر. وعقب لقائه النائبين نديم الجميل وعماد الحوت ووفدا من عكار يرأسه عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان، أشار أبو فعور إلى أن النفايات في الكارنتينا لم توضب بشكل صحيح وباتت تهدد المحيط. النفايات على باب مطحنة بقليان اللي هي بتزود السوق اللبناني ب 40% من طحين، الجرذان صار بحجم لبسين، الزوم من النفايات، عصارة النفايات صارت تنتشر على الطرقات وصارت ممكن تهدد المحيط، محيط غذائي في سوق السمك، في سوق اللحمة، في مطحنة بقليان، على منطقة أبعد شوي في الكارنتينا المستشفى، في المستودع الأدوية لوزارة الصحة، مستودع الأدوية المركزي للبنان. من جهة ثانية كشف أبو فعور أنه سيستمع يوم غد إلى المفتش العام المالي صلاح الدنف المتهم في فضيحة فساد من قبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد الذي التقاه أبو فعور اليوم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام كلفه متابعة القضية. أن الوضع القائم بهيئة التفتيش هو وضع غير سليم ولا يجب أن يستمر، بل يجب أن يكون هناك سعي من قبل الحكومة لمعالجة هذا الوضع، لأن هناك ضرورة لالتئام الهيئة أخذ قرارات. الأمر إذا بقي في حيز التناول الإعلامي لا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو مكافحة فعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة وهيئات التفتيش. وشدد أبو فعور على أن حل هذه القضية يجب أن يقوم على قاعدة الالتزام بتطبيق القانون. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة السفيرة المصرية في لبنان محمد بدر الدين زايد، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها والعلاقات الثنائية بين البلدين. اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن طرابلس خرجت من الحالة الأمنية الصعبة إلى حال البناء، مؤكدا في مؤتمر صحفي الوقوف بوجه كل عرقلة لمشاريع إعمار المدينة. واستغرب درباس استمرار الاعتراض على مشروع المرآب في منطقة التل. ليش أنتوا عم تعترضوا على شيء على ضمن مشروع عاملته بلدية طرابلس من ضمن مخطط لكل منطقة التل سيعيد منطقة التل لرونقها ويجعلها آية من الآيات؟ أنا بقول اللي عنده اعتراض على هذا بيقدر يراجع القضاء، إذا حدا شايف إنه في فساد بالتلزيم بيقدر يراجع القضاء، إذا حدا برأيه إنه في صفقات بيقدر يراجع القضاء. كل حدا بعرقل مشاريع طرابلس هو معادي لطرابلس، ولن نقبل أن نوصم إنه العرقلة اللي بتجي من أبنائنا، هدول مش أبنائنا، هدول بيكونوا عم يعملوا أجندة أخرى. تم توقيف حسن يعقوب شقيق النائب السابق الموقوف بدور حسين يعقوب
في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بناء لقرار قضائي على خلفية ملف خطف هانيبال القذافي. أقام جهاز تفعيل دور المرأة في حزب القوات اللبنانية عشاءه السنوي في منتجع إديسانز السياحي تحت عنوان لبنانيات، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بالنائب جورج عدوان، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار حملة مكافحة المخدرات. يعود ريعه للمساعدة في بناء ناد رياضي لمركز أم النور في بلونة في حضور حشد من الفاعليات الاجتماعية والسياسية. وتم تكريم كل من الوزيرة أليس شبطيني والوزيرة السابقة ريا الحسن والإعلامية راغدة درغام ورئيس جمعية ماراثون بيروت مي الخليل، حيث قدمت لهن النائب ستريدا جعجع دروعا تقديرية. تم الإعلان عن الدورة 12 لمهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر بايبود، وذلك في مؤتمر صحفي في فندق لبريستول بحضور وزير الثقافة روني عريجي. ويقدم المهرجان الذي يستمر من 13 من نيسان حتى 30 منه، يقدم أعمالا لعشرين مصمم رقص من مختلف أنحاء العالم العربي، خصوصا من تونس، لبنان، والمغرب، والأردن، وفلسطين، وإيران، ويتم عرضها على مسرحي المدينة وبيروت. ويتضمن المهرجان مفاجآت وعروضا بأجساد مترنحة مع فنانين لبنانيين وعرب. فرقة كاراكلا تقدم ألف ليلة وليلة في الصين والبحرين لتؤكد سمعة لبنان الحضارية والفنية والثقافية، وترفع راية لبنان على أهم المسارح العالمية. حطت فرقة كاراكلا رحالها في الصين لتقدم عملها الفني ألف ليلة وليلة للمرة الثالثة على أكبر دور الأوبرا في العالم، مسرح ناشونال سنتر فور ذا بيرفورمينج آرتس. قدمت الفرقة خمس ليال متتالية بمشاركة نجوم لبنان في الغناء والمسرح، وأبرزهم هدى حداد وجوزيف عزار والممثل رفعت طربي، حيث أبدعوا في تقديم رسالة ثقافية مميزة بحضور كبار الشخصيات السياسية والفنية الصينية والسفراء العرب والأجانب، لا سيما السفير اللبناني فريد عبود الذي ساهم في مشاركة كاراكلا في هذه الأعمال في الصين. ومن الصين تابعت الفرقة جولتها، حيث قدمت أعمالها الرائعة في مسرح البحرين الوطني، فأبهرت الحاضرين سحرا وجمالا وتميزا تحت عنوان 20,000 كيلومتر في السماء. المصمم اللبناني العالمي إلي صعب يطلق مجموعة خريف وشتاء 2016-2017 بعنوان رنيم الترحال. بإطلالة بوهيمية مفعمة بالأنوثة، قدم المصمم اللبناني والعالمي إلي صعب المرأة في مجموعة خريف وشتاء العام 2016 و2017. خريف غجري غني بالطبقات والأحجام وتمازج الأقمشة والمواد وتدرجات الأسود الأكثر عمقاً، ترسم هذا السحر في مشهدية تأسر عشاق الأناقة. رنيم الترحال عنوان هذه المجموعة من الأزياء التي أضيف إلى رونقها حقائب من الجلد الفاخر ومجوهرات مرصعة بالأحجار والبلور الصخري تسمح للمرأة أن تتمختر بجمالها. والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع وزير المالية الألماني اللي بيشوف أنه قرار بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي راح يكون كارثة للمملكة المتحدة واقتصادات أوروبا والعالم، وممكن تمد لسنوات طويلة، وأضاف أنه راح يتم خوض مفاوضات بالغة الصعوبة لسنوات وراح يكون صعب على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه راح يصير في عدم استقرار لسنوات، الأمر اللي راح يكون صعب على الاقتصاد ببريطانيا والقارة الأوروبية والاقتصاد العالمي أيضاً. ومن
ننتقل مع مواصلة أسعار النفط مكاسبها نهار التنين اللي رفعت معايير الخام بأكثر من ثلث أدنى مستوياتها السنة مع تسديد العرض وتحسن التوقعات العالمية اللي عززوا الشعور بانتعاش السوق. وصلت أسعار برنت فوق $40 أول مرة من كانون الأول 2015 خلال تداولات نهار التنين، بالوقت اللي كانت الأسعار انخفضت إلى ما دون $30 بأوائل 2016 حيث سجلت أدنى الأسعار من نحو 11 سنة. ومننهي مع استقالة المدير المالي توماس بيكمان لدى EDF شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة من قبل الدولة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع بالنسبة لمحطة الطاقة النووية هينكلي بوينت، خشية من أنه يعرض هالمشروع المركز المالي للخطر. على هالأثر افتتح سهم EDF على انخفاض بنسبة 8.2% نهار التنين. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. صار على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. كتل هوائية دافية مصدرها شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا عم بتأثر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. مذكركم بموضوعنا لهالشهر هو الصور عن الجنينات، وعم توصلنا صوركم تتربحوا معنا جايزة كل آخر الشهر. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. وجولتنا بتبلش مع القاهرة 29، 20 بتونس 16 درجة بالرباط، 25 ببغداد، 23 بدمشق وبالقدس، والختام عم بيكون مع الكويت 26، الدوحة 27 والرياض 26 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا، عم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحراره على الساحل، الحراره عم توصل اقصاها لل 26 درجه اما ادناها لل 12 درجه، الرطوبه عم تسجل اقصاها 70%، اما سرعه الرياح عم توصل لل 45 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح بين 8 وال 25 درجه، اما بالداخل عم تسجل اقصاها 28 درجه اما ادناها 11 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 21، 23 بطرابلس، 14 بالارز، 22 درجه بالكوره، 22 بالهرمل، 20 بالقاع، 19 ببعلبك، 18 درجه برياء. بنكمل بالمناطق اللبنانيه عجبير 23، 16 بميروبا، 24 درجه بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره لل 24 درجه، الطقس عم بيكون بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا، 28 بزحله، 26 بشتوره، 25 درجه بعنجر وبمشغره، 24 بجزين وبرشيا، 25 بمرجع عيون، 24 درجه ببنت جويل، والختام مع بيت الدين 21 والمناطق الجنوبيه صيدا صور وقانا و26 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس بين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره تتوصل اعلى من معدلاتها الموسميه، وعم بيكون في عنا تكون طبقات من الغبار خاصه بالمناطق الجنوبيه والشرقيه. لبكره الحراره عم توصل اقصاها لل24 درجه اما ادناها ل16 درجه، عم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحراره لنهار الاربعاء تتسجل اقصاها 26 درجه، اما بالنسبه للنهار الخميس عم ترجع تنخفض درجات الحراره تتوصل اقصاها ل 23 درجه اما ادناها ل 16 درجه. بمنطقه الارز الحراره عم تتراوح بين ال 4 وال 14 درجه. لهون بتكون خلصت النشره الجويه، بعثوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل. و
ونصل إلى دي إن إيه مباشرة بعد هذه النشرة، حيث يفند الزميل نديم قطيش بعدما جاء في خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. قبل ذلك نذكركم بأبرز عناوين المسائية. اللي لازم يحل عن التاني هو سيد حسن إذا بيحل عن دول الخليج. تنديد باستمرار تحريض نصر الله ضد الدول العربية وإمعانه في العمل ضد مصالح اللبنانيين. الجبير أبلغ المشنوق أن القرارات السعودية لا تستهدف الحكومة اللبنانية، وعسيري يزور عين التيني. مجزرة مروعة بريف إدلب في عاشر أيام الهدنة، ورياض حجاب يطالب بمحاكمة الأسد كمجرم حرب. وفي الختام نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.